نحاول نحن فيها في هذا الملتقى أن نجيب عنها بقوة ما نملكه من حضور ذهني، من حضور ذهني وفكر ناضج. دور الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل وتعزيز الوحدة الوطنية هو عنوان الملتقى الوطني الأول المنظم من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمدينة العلم والتاريخ والأولياء والصالحين مدينة مستغانم. بحضور نخبة من شيوخ الزوايا والمدارس القرآنية وثلة من أساتذة الجامعيين والأئمة والمرشدين والمرشدات ومعلمي القرآن الكريم من مختلف ربوع الوطن، كلمة ترحيبية بالحضور جاد بها وللولاية شاكرا كل من سبق له الفضل في رعاية الملتقى. أجدد شكري وامتناني للسيد وزير شؤون الدين والأوقاف الدكتور الفاضل يوسف المهدي على مرافقته الهامة لأشغال الملتقى، ونرحب مجددا بعلمائنا وشيوخ الزوايا في هذا المحفل العلمي الديني، متمنيا لهم إقامة طيبة بمدينة مستغانم موطن المجاهد والولي الصالح سيدي الأخضر بن خلوف طيب الله ثراه. عن هويتهم الوطنية في رحلة علمية فكرية تاريخية راقية صال وجال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف المهدي في صفحات التاريخ الجزائري الناصع. اسمحوا لي أول ذات يدين أن أعبر لكم عن فرحي وسروري وابتهاجي بحضوري معكم في هذا الملتقى الوطني، وكم فرحت بقول السيد الوالي بأنه الملتقى الأول والأول يتبعه ثاني، كم أعجبتني كلمة للشيخ الإمام الدرقاوي وأنا أحورها: فالجزائر عروس مهرها بذل النفوس. هذا اليوم إلى ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر وهو شاب، وبالمناسبة أحيي أعضاء المجلس الوطني المجلس الأعلى للشباب، كما أحيي وسيط الجمهورية في هذه مندوب وسيط الجمهورية في هذه الولاية، وهو شاب اطلع بمهمة أن يكون أميراً لهذا البلد وناضل على صهوة جواده 17 سنة. 17 سنة دوخ الناس، دوخ الإفرنسيس يومها عند أهل السنة والجماعة، ثم التربية الروحية التي محاضرات علمية دقيقة، مناقشات ثرية عميقة لباحثين ومشائخ وعلماء تخرجوا في زوايا ومدارس جزائر العلم والقرآن. هذه العملية الصناعية التي قامت بها الزوايا أخرجت لنا منتجات. أردنا أن نبرز من خلال هذا الملتقى الوطني الدور الذي تقوم به الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل، وكذلك في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الوسائل التي تستعملها في إثبات هذين المقصدين الهام في حياة الجزائريين والجزائريات. دعونا لإثراء هذا الموضوع مجموعة من الدكاترة والأساتذة والأئمة وكذلك المرشدات الدينيات في مواضيع مختلفة تتعلق بهذا الشأن، بهذا العنوان الموسوم به هذا الملتقى. وكلمة الزوايا والطرق، وبالأخص أنها في رحمها وفي مهدها، ألا وهي الجزائر. بجهود المخلصين وبركة القرآن وخدامه ارتقت فعاليات الملتقى إلى التميز والقبول والاعتراف بالفضل لأهله. أتقدم بكامل الشكر إلى السيد وزير الشؤون دين الأوقاف على رعايته السامية، والشكر موصول إلى السيد والي ولاية مستغانم العامرة، ونشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد، والشكر موصول كذلك إلى مشائخ وأعلام جزائرنا الحبيبة الذين شدوا الرحال من كامل التراب الوطني.
قبل الختام توصيات عميقة رصينة جمعت ولخصت أفكار الملتقى. وبعد يومين من المحاضرات العلمية الدقيقة والمناقشات الثرية العميقة، يتشرف المشاركون بتسجيل التوصيات الآتية: أولاً، الاستثمار الأمثل للموروث التاريخي والأدوار الحضارية للزوايا والمدارس القرآنية في مواجهة تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. ثانياً، تعزيز أسس الوسطية والاعتدال للخطاب الديني في الزوايا والمساجد خدمة لاستقرار المجتمع، وتنميته الشاملة. ثالثاً، تعميق البحث العلمي حول دور الزوايا في المحافظة على الوحدة الوطنية ونشر ذلك في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التواصل المتاحة. رابعاً، الاستفادة من الأدوار الاجتماعية والإصلاحية للزوايا وتثمينها في تعزيز اللحمة الوطنية. خامساً، تفعيل الأدوار التربوية والتعليمية للزاوية والمدرسة القرآنية في أوساط الناشئة والشباب، والتكامل مع المؤسسات التعليمية الأخرى خدمة للمرجعية الدينية الوطنية. مسك الختام بيان صادق صريح من قبل شيوخ الزوايا والمدارس القرآنية صادق عليه الجميع. نحن شيوخ الزوايا المجتمعون بحاضرة مستغانم في الملتقى الوطني الأول الموسومي بدور الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل وتعزيز الوحدة الوطنية، نثمن بقوة ونساند بشدة الموقف المشرف لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في نصرته وعلى رأسها القضية الفلسطينية جوهر قضايا أمتنا الإسلامية، كما نشيد في موقفنا هذا بالحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقضايا الشأن الديني في بلادنا الجزائر. وإننا لنثمن ونشيد من مقامنا هذا بالجهود المبذولة من طرف السيد رئيس الجمهورية في سبيل النهوض بالبلاد في جميع الميادين ضمن رؤية عصرية في جزائرنا الجديدة. وهو الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة الاعتناء بالفرد الجزائري وترقية مستوى معيشته، ثم ها هي إنجازات وطننا المفدى في مختلف المجالات تشهد باستعادة الجزائر لمكانتها وقوتها إقليميا ودوليا. حفظ الله جزائر العلم والكرامة والإباء. وإذا قلنا الزوايا قلنا القرآن الكريم، وإذا قلنا القرآن الكريم فهو القوة التي لا تغلب.